موضوع الكلاب الضالة وموضوع الطفل بولاية البليدة، حيث هاجمت كلاب مسعورة طفل يبلغ من العمر 12 سنة أثناء توجهه من البيت بحوش براوز التابع لبلدية العفرون غرب ولاية البليدة إلى المتوسطة التي تبعد عن منزل بحوالي 4 كيلومتر، حيث تعرض الضحية الذي يدرس أولى متوسط إلى عضات من طرف الكلاب التي نهشت جسمه بالكامل. يلتحق بنا في مكالمة هاتفية الآن عضو ممثل في حماية الطفولة السيد سعيد حديد. مساء الخير سيدي، أهلا بك معنا. أيضا تابعت معنا هذه الحادثة المؤسفة ببلدية العفرون في ولاية البليدة، هذه الحادثة التي تكررت نوعا ما فيما يخص الكلاب الضالة. أنتم كحماية للطفولة كيف ترون هذه الظاهرة، وكذلك ما الممكن الذي تقدمه فيما يخص هذا الموضوع؟ مساء الخير. أولا كل أسف على هذه الحادثة وتعزينا لأهل الطفل. عندما نحب نتكلم على هذا الموضوع لابد أن نقول أن الحياة داخل المدينة منظمة، يعني مقننة، وهذه الأشياء الكلاب هذه والحيوانات المتوحشة اللي توغل داخل الأحياء كاين مصالح خاصة تقوم برفعها وإزالة الأذى على المجتمع. ثانيا احنا نشوفوا باللي لابد نحمي الأطفال، لأنهم الأطفال عندما يرون الحيوانات لا يعلمون أن إذا كانت هذه الحيوانات يعني كانت ضارة أو متوحشة أو لها أمراض وأعراض واحدة. ثالثا أن نعود ننظمه، كاين لابد ننظمه، نأكد عليها تنظيم الحياة المدنية داخل الحي. كاين أشياء كثيرة، كان عوامل الأوساخ، عدم رفع النفايات، رمي الأكل في الشوارع، وتخلي كذلك بعض الناس على الحيوانات تاعهم، يتخلوا عليهم، ممكن يربوهم في بعض في وقت معين ثم يتخلون على الحيوانات ويرموهم في الطرقات. طيب سيد حديد، تحدث عن تنظيم الحياة المدنية، أنتم كحماية للطفولة هل من تنسيق بينكم ربما وبين المجتمع المدني أو المصالح المحلية لربما لإيجاد حلول لهذا المشكل؟ لكل المشاكل اللي تكون داخل الحي، يعني بون سيتي كما يقولوا، لازم المجتمع المدني والسلطات والقانون كذلك، رجال القانون والمراقبة والحماية كامل يتكتفوا على هذه المواضيع. هذا ماشي دور الإدارة وحدها ولا دور البلديات أو الإدارة المحلية، هذا دور المجتمع ككل، لأنه المستهدف هو الإنسان، هو الطفل، هو المرأة، هو الإنسان الكبير ولا الضعيف، هذا هو. لازم ننظم روحتنا، الإطار القانوني موجود، لازم تكثيف المجهودات، لازم التواصل، لازم الحوار وبناء رؤية يعني بين كل الأطراف. طيب سيد سعيد حديد، تحدث عن ربما وضع استراتيجية أو رؤية موحدة مع مختلف الفاعلين من مجتمع مدني من سلطات محلية. أسألك ربما عنكم أنتم كحماية للطفولة، ما هي المقترحات التي يمكن أن تقدمونها فيما يخص هذه النقطة؟ المقترحات هي سهلة، إعادة الرجوع إلى كما نقولوا على الأساسيات اللي فوندامونتو، كل إنسان يكون مسؤول على القطاع تاعه، كل إنسان يكون مسؤول على الواجبات تاعه، كل إنسان لازم يقدم مجهودات وهذيك المجهودات تبان في المجتمع. ده هو. نعم سيد سعيد حديد، هل أنت معنا؟